وللحديث أكثر عن أداء الأسواق الخليجية نرحب إذن بضيفنا من دبي المحلل الاقتصادي الأستاذ صلاح الصبح. أستاذ صلاح أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ صلاح. دعنا نتحدث عن اليوم أداء سوق دبي خلال تداولات هذه الجلسة. شاهدنا بأن هناك أداء إيجابي قبل أن يعود دبي مجددا لتعميق الخسائر الذي يستمر حتى هذه اللحظات. كان في البداية مدعوم بالارتفاع الذي حدث بالنسبة إلى أعمار عقارية. كيف تقرأ أداء السوق بعد أن عكس الاتجاه من الإيجابية إلى السلبية؟ نعم، يعني كانت هناك في بداية تداولات اليوم حالة من التفاؤل بفضل يعني ما يتردد حول قرب الإعلان عن نتائج أعمال سنوية جيدة، بالإضافة إلى بعض الأخبار الجوهرية المتعلقة بعدد من الشركات. ولكن في ظل ضعف السيولة لم تتمكن يعني القوى الشرائية من دعم هذا التوجه أو ترجمة هذا التوجه المتفائل، ويعني ركنت المؤشرات إلى الاكتساء باللون الأحمر في ظل هذا الانخفاض الحاد في السيولة. يعني حتى قبل لحظات كان مجموع السيولة في سوق دبي وأيضا سوق أبوظبي في السوقين معا حوالي 150 مليون درهم، وهي نسبة متدنية نعم. للغاية، حتى تقل عن المتوسط المعتاد الذي كنا نراه في أيام سابقة، وذلك بسبب حالة من يعني عدم التأكد بخصوص يعني معدلات النمو المتوقعة في ربحية عدد من الشركات القيادية. نعم. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك ضغوط، أكثر الضغوط تأتي من القطاع العقاري. للجلسة ربما السابعة على التوالي يتعرض هذا القطاع إلى ضغوط، ربما يكون ذلك ناتجا عن يعني التقارير التي تصدر حول يعني الوضع العام نعم للقطاع. صلاح. بالإضافة إلى ذلك والسبب المهم الآخر أن يعني وفقا لمعطيات التحليل الفني فإن يعني السوق أبوظبي يواجه نقطة يعني مقاومة قوية عند مستوى 5000 نقطة، وكذلك نعم. سوق دبي كلاهما نعم. يعني تعرض إلى هذه نقطة المقاومة يعني، ولم يكون هناك قوة دافعة من السيولة حتى يتمكن المؤشرات من تجاوز هذه النقطة الجوهرية. نتحدث عن هذه النقاط تفصيلا أستاذ صلاح. أنت ذكرت الأسواق ارتفعت نتيجة بعض الأخبار الإيجابية لبعض الشركات، ماذا تقصد هنا بالأخبار الإيجابية للشركات؟ يعني سمعنا اليوم يعني عن حجم الاستثمارات الضخم لشركة طاقة التي تعدت حوالي 30 مليار دولار في نحو 11 دولة. يعني هذا الخبر كان له يعني تأثير واضح في أداء السهم في عند مطلع التداولات، وعبر 6 صفقات فقط السهم تمكن من القفز بنسبة 10% قبل أن تطاله يعني عدوى التراجعات التي أصابت باقي الأسهم ويقلص خسائره كثيرا. هذا ما يعني ما ذكرته، بالإضافة إلى هناك أيضا بعض يعني التقارير الصادرة عن قرب إتمام عمليات الاندماج في القطاع المصرفي بين بنك أبوظبي أيضا بنك الاتحاد الوطني، يعني وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على المدى الطويل. لكن بشكل عام يعني ضعف السيولة هو كان اللاعب الرئيسي. يعني في حالات ضعف السيولة من هذا النوع فإن يعني يكون تأثير الأخبار الإيجابية الجوهرية عن الشركات يكون محدودا، والغلبة تكون إلى حالة الضعف نعم. الناتجة عن يعني إحجام المؤسسات المالية عن الدخول بقوة في الأسواق بسبب حالة عدم اليقين التي تمر نعم. بها، وأيضا يعني في ظل المضاربات السريعة للأفراد الذين يسارعون إلى إجراء عمليات البيع والشراء في ضوء ما يعني الموجة السائدة أو المزاج العام نعم. في السوق. القطاع العقاري خلال تداولات هذه الجلسة كان يتراجع سواء بالنسبة إلى دبي أو سواء بالنسبة إلى سوق أبو ظبي، ولكن التراجعات التي تحدث بالنسبة إلى القطاع العقاري هنا أستاذ صلاح ليست بجديدة، وأيضا خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك ضغط يأتي بالنسبة إلى السوق من القطاع العقاري. هل لازال حتى الآن القطاع العقاري يواجه نفس التحديات التي كان يواجهها سابقا؟ نعلم بأنه خلال عام 2018 كان هناك الكثير من التحديات بالنسبة للقطاع، وشهد القطاع تراجعات واضحة خلال العام.
في مطلع تداولات عام 2019، هل لا زال القطاع يواجه نفس التحديات ونفس العوامل التي أثرت وضغطت على القطاع؟ نعم بالطبع، يعني لم تكن هناك يعني تغيرات واضحة في أوضاع القطاع العقاري على الأرض، يعني بمعنى أن بالفعل هناك يعني وفرة في المعروض، وهناك أيضا يعني تباطؤ في الطلب على العقارات سواء من ناحية التملك والإيجارات، وكل التقارير التي تصدر عن الجهات المعتبرة أو التي تصدر دراسات وتقارير دورية تؤكد أن هناك تراجع في أسعار التملك وأيضا أسعار الإيجار، وهو ما هو من المتوقع أن ينعكس سلبا على نتائج الأعمال السنوية للشركات العقارية، إلا البعض منها، يعني إلا البعض منها الذي نجح في التحوط لمثل هذه الأمور، وأيضا كان يعني لجأ إلى الإيرادات المتكررة، وهي أيضا ربما تخضع إلى ضغوط، لأن حتى الإيرادات المتكررة الناتجة عن الإيجار أو حتى عن التوسع في المراكز التجارية أو تجارة التجزئة سوف أيضا تتعرض إلى ضغوط بسبب أيضا تراجع الإيجارات بشكل يعني ملحوظ خلال عام 2018. العوامل المؤثرة في القطاع العقاري ما زالت موجودة، وهو ما يضغط على القطاع بشكل كبير، وأضف إلى ذلك أن السيولة بشكل واضح تغادر هذا القطاع وتتجه إلى القطاعات الدفاعية وعلى رأسها القطاع المصرفي. نعلم أن القطاع المصرفي من القطاعات المهمة التي تقوم بتوزيعات نقدية سخية كل عام، يعني كان هناك جزء من السيولة تستهدف هذا القطاع يعني بشكل ملحوظ خلال جلسات سابقة، أيضا هذا ما سبب ضغطا إضافيا على أسهم القطاع العقاري خلال جلسة اليوم والجلسات السابقة أيضا. نعم، على مستوى أداء القطاعات اليوم شاهدنا بأن التأمين سجل ارتفاعا إيجابيا خلال تداولات اليوم، متصدرا بذلك الارتفاعات التي شهدناها فيما يتعلق بالقطاعات. أنت ذكرت وكلنا نعلم عموما في مثل هذه الأوقات قبل إعلان الشركات لنتائجها بأن هناك حركة مضاربية عادة ما تحدث بالنسبة للقطاعات المضاربية والشركات المضاربية، هل ما يحدث أيضا بالنسبة إلى قطاع التأمين هو حالة من المضاربة أم أن هناك أسباب أدت إلى هذه الارتفاعات التي حدثت؟ قطاع التأمين يعني واحد من القطاعات التي استفادت من القرارات الحكومية التي كان الهدف منها يعني تدعيم القطاع. نعلم أن على مدار سنوات سابقة كان القطاع يتعرض إلى خسائر بسبب ما يمكن تسميته بحرب أسعار فيما يتعلق بوثائق التأمين، وخصوصا في قطاع حيوي مثل التأمين على السيارات وغيرها. القطاع استفاد من القرارات الحكومية التي يعني اعتمدت يعني وثيقة موحدة تضمن حدا أدنى من الأسعار بالنسبة لوثائق التأمين، وتضمن أيضا بالتالي يعني هامش ربح معقول لشركات التأمين. من المتوقع أن تنعكس يعني هذه القرارات على نتائج الأعمال السنوية للقطاع، وهو ما يمكن أن يكون سببا وراء تحرك السيولة لاستهداف هذا القطاع والمضاربة كما تفضلت على أسهم عدد منهم. يعني المتغير الآخر الذي يعني تم الإعلان عنه اليوم أن نعم. شركة دار التأمين أعلنت عن يعني شطب أو إعدام حوالي يعني 1.2 من أسهمها وخفض رأس المال بنفس القيمة، وهو ما ينظر له البعض إلى أنه ربما يكون إجراء إصلاحيا. نعلم أن شركة دار التأمين كانت قد لجأت إلى شراء أسهم خزينة أو شراء أسهمها يعني في فترة سابقة، ويعني وفقا للقواعد المعمول بها إما أن تعيد الشركة بيع هذه الأسهم أو تعدمها، وقد لجأت الشركة إلى هذا الإجراء، ما اعتبره البعض يمكن أن يكون إجراء يعني لتعديل الأوضاع المالية للشركة. نعم، وصلت الفكرة بشكل كامل. إذا ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من دبي المحلل الاقتصادي الأستاذ صلاح صبح، شكرا لك.